ممثل فكاهي عرف بقامته القصيرة، حيث يبلغ طوله 157 سنتيمتراً، لكن الأهم من ذلك هو أنه جعل هفواته والجانب المظلم من حياته سبباً لإضفاء المتعة على الجمهور، فبات نجماً سينمائياً استثنائياً وبطلاً لنوع محبب من كوميديا الواقع. إنه الممثل العالمي كيفن هارت، فما قصته؟ ولد كيفن هارت عام 1979 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وعاش طفولته برعاية والدته التي عملت محللة أنظمة بجامعة بنسلفانيا، حيث كان والده مدمناً للمخدرات وكثيراً ما يقضي محكوميات بالسجن، فكانت الدعابة وسيلة كيفن للتأقلم مع الأزمات التي عاشها. بعد الثانوية درس كيفن لفترة وجيزة بالكلية قبل أن يبدأ بالتمثيل، حيث قدم عروضاً تمثيلية بالأندية الهزلية تحت الاسم المستعار للكيف ذا باسترد، كما عمل بائعاً للأحذية آنذاك. كان أداء كيفن غير مرض، ولم يكن له معجبون كثر، فعمل على تطوير أدائه حتى استطاع الفوز بالعديد من المسابقات الكوميدية، كما قام في عام 2002 ببطولة فيلم Paper Soldiers، كما حقق فيلم Scary Movie 3 الذي شارك فيه بالعام التالي نجاحاً تجارياً كبيراً. في عام 2009 بدأ كيفن أولى جولاته المنفردة التي حملت عنوان I am a grown little man، ثم أتبعه بعروض فيلم Laugh at my pain الذي حقق أكثر من 15 مليون دولار، وكان من أكثر الجولات الكوميدية مبيعاً في عام 2011. واصل كيفن نجاحاته في عروض الكوميديا، وقام بجولات أخرى مثل Let Me Explain في عام 2013 و What Now في عام 2016، كما شارك في بطولات بالعديد من أفلام الحركة والكوميديا مثل Ride Along و Central Intelligence و The Secret Life of Pets و سلاسل جومانجي مثل The Next Level و Welcome to the Jungle. أثناء ذلك قدم كيفن برنامجه التلفزيوني Real Husbands of Hollywood، كما صنفته مجلة تايم ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في عام 2015. في عام 2017 أطلق شبكة Laugh Out Loud Network لبث الفيديو، واعتبر الفنان الكوميدي الأعلى أجراً مع ثروة بلغت آنذاك 32 مليوناً و500 ألف دولار. حصد كيفن العديد من الجوائز الفنية التي من أهمها جائزة BET عن فئة أفضل ممثل عام 2012 و أكابولكو بلاك فيلم و فيستيفال و MTV موفي أورد و NAACP و بيلبورد تورينج أورد و إيمج أورد، كما جمع ثروة تقدر بنحو 450 مليون دولار. عمل كيفن كل شيء في السينما، فهو ممثل كوميدي ونجم سينمائي ومنتج وخطابي مؤثر، وها هو اليوم يواصل بناء إمبراطوريته من خلال شركته Heartbeat Productions وشبكة Laugh Out Loud، إلى جانب حضوره على منصة يوتيوب والشاشة الكبيرة.